الجيش الإسرائيلي ينوي الدخول إلى الأراضي اللبنانية والتوغل، لكن إلى حد الآن هو يحاول إرسال فرق وجماعات محدودة من أجل استطلاع ومن أجل تجربة الدفاعات حزب الله. ومثل ما ذكرت أيضا، قتل 8 عناصر من الجيش الإسرائيلي، نتحدث عن عناصر لواء جولاني وإنجز، وهي عناصر الفرقة الخاصة المكلفة بمكافحة الإرهاب. بالعودة للعمليات، كانت العمليات البداية أو من العمليات الأولى مع صباح اليوم الباكر، هناك عمليات هنا في جهة مارون الراس. القوات الإسرائيلية حاولت التوغل من منطقة قريبة من أفيفيم، وحاولت الدخول إلى هنا إلى منطقة مارون الراس، لأن هذه الأراضي تعتبر أراضي منبسطة بعض الشيء مقارنة بالأراضي الأخرى، ولذلك استخدم الجيش الإسرائيلي المدرعات وأيضا الدبابات، ولكن تعرض لاشتباكات هنا على بعد أمتار قليلة، ربما 200 متر من الحدود، وقعت اشتباكات بعد أن أطلق عناصر حزب الله صواريخ مضادة للمدرعات. نتحدث عن صواريخ ألماس، وهي يبدو أنها صناعة محلية أو إيرانية، لم نشاهد أيضا الصواريخ المضادة للمدرعات من نوع كورنيت التي شاهدناها في عام 2006. كذلك هذه المنطقة شهدت حروب كبيرة، هذه المنطقة معروفة، عام 2006 شهدت أكبر المعارك، وكان من المتوقع أن الجيش الإسرائيلي قد يفكر في اقتحام الحدود اللبنانية من هذه المنطقة نظرا لتضاريسها، أقول تضاريسها السهلة نسبيا إذا قارناها بمنطقة أخرى حاول الجيش الإسرائيلي التوغل منها. نتحدث عن عديسة، وهي بلدة لبنانية تقع في خط التماس مع الحدود. نلاحظ هنا الجدار الإسمنتي الذي يعزل بين لبنان وإسرائيل، إذن هنا تقع بوابة في الجدار الإسمنتي، وربما هذا ما جعل القوات حزب الله تتوقع أن الجيش الإسرائيلي قد يدخل من هذه المنطقة ومن هذا الطريق. قوات الجيش الإسرائيلي نظرا لأن التضاريس صعبة، نلاحظ هنا وجود جبال ووجود مرتفعات، وبالتالي هذا ما يسهل عمليات الاستطلاع للعناصر الأخرى، لذلك تم استهداف القوات الإسرائيلية التي توغلت مشيا على الأقدام، وتم استهدافها بقذائف الهاون، وهنا وقعت أكبر خسائر الجيش الإسرائيلي حتى الآن. يبدو أن الجيش الإسرائيلي تراجع في هذه الخطوة، لكن في انتظار المزيد من المعلومات أو محاولات أخرى للتوغل داخل الأراضي اللبنانية.